لو الحكاية فيها إن فيتو عليك دكتور أندريا بحكم ما أعلمه عنك من تفوق في الميثودولوجي في مناهج البحث، ودي مسألة أنا معني بها جدا، ترتيب الأولويات وجدولة الذهن، إنه كان يجي الجزء الخاص بالأقباط قبل الجزء الخاص بالصور. أنت بديت يعني عملت كذا أبروتش في الكتاب، جزء سردي عن يوميات الثورة، جزء نظري عن أنواع الكنائس الموجودة في المسيحية في مصر، وبعدين جيت طلعت البيانات والردود الفعل. يعني أنا أعتقد بعلمي لمنهجيتك وقدراتك في دراسة اللاهوت أو الدراسات المدنية أيضا، أنك أقدر مني ومن غيري على أن تضع ضوابط وقواعد تجعل هذا الكتاب اللطيف في هذه الظروف أكثر إحكاما من الناحية النظرية. طبعا ليس هذا مطلوبا لأنها ليست شهادة جامعية ولا درجة، اتخذت الحاجات دي قبل كده من زمان، إنما هو بالتأكيد كتاب يضيف إلى المكتبة العربية إضافة إيجابية للغاية. الأمر الثاني، كنت أتمنى عليك لو أنك ناقشت بدقة ردود الفعل المسيحية، خصوصا الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتمثل الأغلبية، تجاه أحداث ويوميات الثورة. يعني أنا أستطيع أن أجزم أن البابا شنودة في البداية لم يكن متحمسا لفكرة الثورة. يعني أريد أن احنا نترك الأبواب كما يجب أن تترك، من منطق فكرة السلام ومن حبه للشرعية من وجهة نظره ومن علاقته الطيبة بالرئيس الأسبق مبارك. إنما الرجل قال على نفسه وعلى كنيسته أن يتحرك مع الشارع المصري. وأنا عايز أقول لكم لقد أسقطت ثورة 25 يناير، كمان ذكر حكاية بقى، لقد أسقطت ثورة 25 يناير و30 يونيو سطوة المؤسسة الدينية على شعبها مسلما ومسيحيا، وأصبح الكل مواطنون. كنت دايما أنا أقول يا جماعة ما يصحش الأباط يزعلوا يروحوا في الكنيسة والمسلمين يتضايقوا يروحوا الأزهر، ده كلام فارغ. لا يروح عند قصر عابدين قدام رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية أو القضاء العالي أمام رئيس السلطة القضائية أو البرلمان السلطة التشريعية، لأن كلنا واحد والقضية واحدة. حسمت ثورة 25 يناير و30 يونيو القضية بالكامل. لم يعد هناك من يفكر في أن يلوز. يعني هيبقى في طبعا ناس بتتعاطف، يعني ما تقدرش تمنع الناس في حادث زي بتاع ليبيا أنه يذهب للكنيسة حتى لأسباب روحية. إنما لم تعد ملاذا سياسيا ولا يجب أن تكون شريطة أن تتحرك مصر إلى الأمام. لا أتصور أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد رئيس جامعة مسيحي. لا أتصور حتى هذه اللحظة أن يمنع محافظ مسيحي من دخول محافظته في ظل فترة حكم عسكري. كيف؟ كيف تواجه العالم وتتحدث إليه؟ يجب أن تتمسك بمواقف حدية واضحة ما دمنا قد تواضعنا عليها واعتبرنا أن المواطنة مبدأ لا نقاش فيه. إنما الراجل ميخائيل بينك طردوه من هنا وإيه؟ مش ممكن، ما يصحش هذا أبدا الذي يحدث. أنا مع البابا شنودة عليه رحمة الله إنه قد لا يكون هناك اضطهاد ولا انحياز ضد الأخبار، ولكن بالتأكيد في تهميش. نزعل ننبسط، ده رأيي الذي أقوله في كل مكان. يجب مرة بسأل وزير التعليم العالي قلت له ازاي ما تجيبش رئيس جامعة؟ قلت له زمان يعني في خمس ست سنين، قال لي بس ما لناش حد يصفر. قلت له نعم، قال لي كل اللي علمونا ده احنا كل اللي علمونا مسيحيين، دول العلماء دول كلهم يعني. طبعا كلام سخيف. ورتيب كان نفسه يبقى رئيس جامعة في فين؟ في بني سويف ولا فين؟ ها؟ انما يعني ملحوقة خيرها في غيرها. هو نايم بس كمان. اه وانت لسه في ال فيتو.